فانا مثلا انا جايه من بره بسرعه وانا جايه بجيب معايا نص كيلو من الكبده وابدا ان انا اعمل الوصفه السريعه جدا السهله دي. بسلق المكرونه معايا الكبده عصير طماطم او صلصه حتى بس كمان وشويه توم شويه عصير ليمون والملح والكمون وشويه فلفل حب اقطع عليها فلفل رومي اقطع تمام. فهنعمل ايه؟ انا بسخن الحل اهو سخنها قوي انا هقطع لها فلفل رومي عشان ازود القيمه الغذائيه ليها كمان. فممكن اخده ايه بقى اخضر انا هاخده اخضر وهاخد معاه قرن فلفل حامي كمان تمام عشان ابقى كملت القيمه الغذائيه للوصفه فيها الخضار. يعني بص كل وصفه اقعد افكر فيها كده خصوصا لما اكون سريعه احب ان انا احط لها كل حاجه معاها. انا هعمل حله واحده هعمل لا احب فيها خضار احب فيها البروتين احب فيها النشويات كل مع بعضه يبقى موجود في حاجه واحده. فانا بصيت كده طماطم خضار بس مش كتير انا ممكن استغنى عن الصلصه كمان بس لا طب ايه اللي ممكن يليق هنا؟ الفلفل فلفل الرومي او الوان زي ما انتم عايزين مع قرن فلفل حامي لو تحبي لو فلفل الاطفال صغيرين مش هيحبوا الفلفل الحامي بلاش. بسم الله عايزه اقول لكم اوان الزراعه بدا دلوقتي خلاص احنا في الشهر ده اللي يحب بقى يزرع الخيار الطماطم البتنجان الفلفل ايه تاني الورد كمان كل الحاجات دي في اليومين بتتظهر معاكي وبتبقى هايله جدا. البتنجان طبعا احنا هنجيبه شتل ماشي عايزه اجيبه لكم ان شاء الله. انا هقطع كام فلفله كده فلفله ولا نص ولا اي حاجه زي ما انت عايزه ومعاها فلفل حامي ده اختياري طبعا. نكمل الحدوته وبعدين ايه اللي حصل بقى لما الدبدوب قعد كسلان جنب هنحط شويه زيت وهحط هنا على الكبده عصير ليمون. عصير الليمون في كل الاكلات مش هقول لكم في دي بس من الحاجات المفيده جدا ان احنا بتخلي الجسم يمتص الحديد حلو جدا. يعني احنا لما نعود الاولاد وهم صغيرين لسه كنت بقول الكلام ده امبارح ان احنا دايما يبقى جنبهم في الاكل نحط كوبايه ميه فيها نقطتين ليمون كوبايه ميه فيها نقطتين ليمون وهم صغيرين من سن سنه هنقول ان هم هيحسوا بطعم الليمون حادق انما لو انت عايز تحط لهم نقطه عسل عليها نقطه بس كده هتحلي الموضوع كله بس نقطتين الليمون ده هيفيدهم جدا. يعني عارفين الاطفال وهم صغيرين بقى عندهم اغلبيتهم الغذاء عندهم مش كافي. بص هبدا انزل ده هنا كده الكبده كلها انا عصر عليها الليمون بس تمام مش هقطع يعني ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تتهريش سيبها شويه بس صغيرين كده وبعدين انا هتبلها بايه؟ هتبلها بالثوم. يبقى انا جبت الكبده حطيتها في شويه من الزيت وعصر عليها ليمون الاول وخلاص انا خلصت الاكله. انا عندي سلقت المكرونه عندي طماطمتين عصرتهم او يكونوا مش مهم كنت احط صلصه بس هيكفيكي. فبلاش انا عايزاكي تبقي سريعه اكتر بلاش طماطم هاخد صلصه. عايزه الاكله معاكي تبقى اسرع مش هتعصري بقى طماطم لا انا هعملها بصلصه تمام. وبعدين بقى الدبدوب طبعا لما لقى الفار جري جنب احكي حطه من تاني بسرعه كده عشان لسه جاي معايا دلوقتي شويه فلفل اسود هناخد معلقه من الثوم المفروم يعني خمس فصوص كده الثوم مفيد احنا عارفين فلازم نستغله مفيد ورخيص وعندنا والفلفل الرومي على الحامي. يبقى انا يا دوبك سلقت المكرونه وصفيتها خدت الحله هي اللي انا سالقه فيها المكرونه ورحت ايه شطفاها كده على طول ومكمله فيها الوصفه علشان ما تتعبنيش اسمي ما استغلتش حاجات كتير. صلصه المكرونه دي بس انا عايزه 3 معالق صلصه هم مرضيش احط لك ال 3 معالق صلصه يعني قولي قرب النص بطرمان للكيس كله ده. يا طبعا الصلصه بترجع لك انت بتحبي المكرونه حمرها قد ايه وشويه ميه صغيرين كده عليها تمام. اقلب فيها الصلصه مع الكبده
وطبعا بتحبي حمار المكرونه اكتر زودي صلصه، ما بتحبهاش حمرا خالص حطي معلقه صغيره، عايزه تحطي المكرونه المسلوقه على الكبده بس ماشي حلوه جدا لو مش عايزه صلصه خالص. حاضر كده خلاص هبدا انزل بقى المكرونه المسلوقه واقلبهم كلهم مع بعض وكده انا خلصت الاكله السريعه السهله جدا مكرونه بالكبده بمنتهى البساطه كلها في حله واحده.